السلام عليكم ناس انستغرام، كنتمنى كل شيء كاملين تكونوا بخير وعلى خير. معايا صفاء اليوم. شوفي انا فهاد ستوريه غتسلمي على اللي بغيتي، غتقولي اللي بغيتي. يلاه انا خليت كم فيكم كاملين الناس ديال حسين صافي الدين. شوف نطلبكم طليب الكونت ديالها، مبقى لها والو 100000 100000 ابوني، مبقى لها والو. بغينا نفرحوا على الخوت. راه هي اللي قلت لكم ماما مسكينه توفات الله يرحمها، هي دابا جات عندها وفرحات. ترحموا لي على ماما وفرحات، وهي دابا كتشوفوها هي كتضحك معكم. ونخليكم الكونت ديالها دابا، نخليك تقول تيار. كحماق عليكم كاملين، شكرا حتى وقفتوا معايا، وشكرا حسين حتى كازا على قبلي. مرحبا بيك، وشكرا الناس اللي جاوا معاه. مهم هذا مكان. كان بابا الله يرحمها. مهم ما نخليكم شويه بالحب، داكشي علاش حاولت نبدل شويه. وشكرا بزاف حسين صافي الدين، حديت عندي بدلتي الجو. هاي جايز، مهم اول مره كنهضر من بعد ما ماتت ماما الله يرحمها. بغيت نقول لكم على ديك الحاجه اللي حطيت ستوري انا وحسين صافي الدين، اللي درنا الاغنيه ديال سعد المجرد. ناس وحده اللي قالت لي ما خاصكيش تضحي وهكا. نو بيبي، بالعكس خاصكي تكوني فرحانه باش تشوفك ماماك فرحانه. انا بكيت بزاف على ماما، انا حاولت انني نبدل شويه الجو، ومن بعد من ديك الاكتئاب ونشط ونرجع حياتي عادية، ونحط لكم ستوريات وتوحشكم. اقسم بالله ما بغيتكمش عاوتاني تاخذوا عليا نظرة خايبة وتقولوا ها هي عاوتاني بدات كتشد حاجة. لا غير بغيت نبدل الجو وصافي. كنحماق عليكم ماما بزاف ديال الحوايج، هرجع لكم ان شاء الله بالستوريات ونكون كنضحك وندير لكم عائلتي الثانية. غنعاود لكم كلشي ان شاء الله، نعاود لكم كيفاش داز نهاري فقدان ماما الله يرحمها. مهم ما نخليكم شويه بالحب، داكشي علاش حاولت نبدل شويه. وشكرا بزاف حسين صافي الدين، حديت عندي بدلتي الجو. والمشاركه كما كنعرفوا كل مره واجب علينا، خصنا نرضاو بالقضاء والقدر ديال الله وصافي. هذه هي الحياه، انا نموت تلك تشوفها تموت، يعني اي واحد غيموت الدنيا تقلب. انا ما بغيتش انا نبقى نبكي ونخليكم نتوما عايشين.